تعالوا نرجع نتكلم عن حاجة بنفس الطاقة ونفس الحماس اللي بنتكلم فيه أحياناً عن الرياضة. إذا كان يعني مطلوب مننا قدر من عدم الانحياز والحياد، فالحقيقة إنه لأ، بننحاز انحياز معلن، وبنبقى كتير جداً عندنا حالة كده من الرغبة في إننا نتكلم أكتر عن كل نشاط وكل مبادرة بتدعم الشباب دعم حقيقي، عن كل شخص بيدور على الكفاءات والمهارات اللي عند الشباب وبيمكن أحلامهم مش بيتاجر بيها. الأفكار والمبادرات اللي أطلقت في مصر على مدار السنين اللي فاتت كتيرة، لكن شوية حاجات كده منورة، ومن ضمن المبادرات الحاجات اللي تلاقيها متسقة مع الخط العام للدولة. بسرعة كده بكلمكم عن مبادرة لطيفة جدا اتنفذت لدعم طالبات التعليم الفني. المبادرة عنوانها هي تقود، اتحققت على الأرض وعملت نجاح، واحتفلنا كده يعني ختام الجولة الأولى من هي تقود بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكان الهدف تبني أفكار مشروعات لطالبات التعليم الفني. مش هطول في الكلام لاني فرحانه بيهم جدا انهم منوريني النهارده، ومتشرفه انه معانا كمان الاستاذ احمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسه شباب القاده. منورنا يا احمد، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. استاذ احمد، انت من الناس اللي اصلا عندك مبادرات طول الوقت، فانا يعني عايزه اشكرك على ده، وانا عارفه انه هي تقود هي المبادره الثانيه للمؤسسه، مش كده؟ الثالثه. طيب انا هتعرف على الشباب وارجع بقى للمبادرات. متشرفين كمان معانا ايمان. إيمان، أنت في سنة كام في التعليم الفني؟ تانية ثانوي. بشكرك. وروضة؟ أنا خلصت السنة دي، خريجة ثالثة سنة. ثالثة سنة. إيمان وروضة نورتونا، وصباح الخير عليكم. عايزة أستأذنك أستاذ أحمد وهبتدي مع روضة. لأنه لما بسأل كده أعرف أنا إيمان وروضة يعني شايفة أنهم جايين النهاردة البرنامج، فقلت دول اللي كسبوا. روضة، أنت الفريق اللي كسب ولا أنت كسب حاجة تانية؟ لا، احنا كسب حاجة تانية. حلو، احكي لنا ايه اللي حصل؟ احنا بدأنا المسابقة من يوم ما دخلوا المدرسة. كانت بالنسبة لنا فكرة جديدة، مش عارفين هي ايه بالظبط. كان عندنا حماس في الأول جامد قوي. هو مش ما كانش بالنسبة الأخيرة يعني ما كانش للدرجة بتاعة الفترة الأخيرة دي. يمكن في الأول كنا واخدينها اللي هو ايه، تجربة، أو مش متأكدين يعني الناس دي هتاخد الموضوع يعني جد ولا لا. بالظبط. جينا في النص وبدأنا، طبعا جه موضوع كورونا والحاجات دي، فحسينا بشوية هبوط. بس بقينا نحمس بعض يعني بطرق مختلفة، اللي هو لا يا جماعة، طب اللي يلاقي حاجة يوريها للتاني، طب ناخد رأي بعض. الصراحة يعني حابة أشكر المنتور بتاعتنا، منتور هالة، هي اللي كانت مديانا دفعة حلوة قوي، لان هي اللي كانت كلامها كان بيدينا ثقه جامده، اللي هو يا جماعه لا انتوا كملوا، انتوا هتوصلوا لحاجه كويسه. بدانا ندعم بعض بطرق مختلفه ان احنا نوصل. يمكن اشتغلنا الفتره اللي هو قبل الامتحانات دي بمجهود جامد قوي، وبعد ما خلصنا كملنا. يعني هو يعني كلمة ان احنا اتضايقنا ان احنا ما كسبناش، دي كانت كلمة قليلة قوي على انهيار العياط اللي حصل بعد ما سمعنا النتيجة. بس اتعوضت في حاجة تانية، ان احنا فرحنا اكتر لما لقينا وزارة التجارة والصناعة طلعت قالت يا جماعة انا اشتريت اللوحة بتاعتكم، كل اللوحات بتاعتكم، وان انتوا هتنزلوا معرض تراثنا. عارفه روضه انا ليه بدات بيكي؟ عشان انا عارفه ان انت من الفريق اللي ما كسبش، ومبسوطه انه كمان انت موجوده معانا النهارده. لان وده سؤالي، معلش ايمان هروح اسال استاذ احمد بسرعه كده، ينفع تقول لنا المبادره ايمان بتحكي دخلت معانا على طول، سوري روضه دخلت على طول في التفاصيل والفريق وكده، ينفع توصف لنا هي تقود كان ايه الهدف منها وايه المراحل اللي عدوا بيها البنات الحلوه دي؟ طبعا. انا اولا في البدايه حابب اشكر حضرتك جدا على دعمك الكبير للشباب، سواء شباب الجامعات وشباب المدارس.
فكل الشكر والتقدير. انا بحبكم يعني، انا دايما اقول كده، انا منحازه لاي حد بيعمل حاجه للشباب وانت عارف ده. الف شكر لحضرتك طبعا. هدف هي تقود، احنا هدفنا الرئيسي اللي احنا بنبحث عن قيادات شبابيه داخل بنات التعليم الفني في مصر. طيب ده بيكون من خلال ايه؟ احنا متعاقدين مع احسن الشركات اللي موجوده بتعمل حاجات اسمها تقييمات الكترونيه، هي اللي بتحدد لي ايه نقاط القوه، ايه النقاط اللي عند يعني محتاجه تنميه عند كل بنت جوه في التعليم الفني. طب السؤال الاهم، ليه التعليم الفني؟ طيب احنا للاسف المجتمع المصري باصص بصه ضئيله جدا لملف التعليم الفني ككل، رغم ان في مجهود مبذوله جدا من وزاره التربيه والتعليم في الملف ده، بس محتاجين ان المؤسسات تبتدي تهتم مع مثلث التنميه، دور الحكومه ودورنا احنا كمؤسسات ودور القطاع الخاص اللي يبتدي يمول المشاريع المحترمه اللي البنات عملتها الفتره اللي فاتت. طيب الهدف الرئيسي من البرنامج ان احنا زي ما كنت بوضح لحضرتك ان احنا عايزين نخلق قيادات شبابيه. طب في انهي ملف؟ ملف رياده الاعمال والمشروعات الصغيره، وده غالبا ده دور كل ممتد في كل الحاجات التانية، مش كده؟ ده حقيقي. يعني زي ما كنت وضحت لحضرتك في البدايه ان ده تالت مشروع لينا احنا. المشروعين الاولانيين احنا عملناهم في الجامعات وشفنا افكار ومشاريع محترمه طلبه الجامعات المصريه بتقدمها. طب ليه ما نشوفش بقى التعليم الفني نفسه؟ طب الدراسه المحترمه اللي البنت دي بتدرسها داخل المدارس الفنيه، ليه ما نربطهاش ان يبقى هو بعد ما تتخرج ان ده يبقى المشروع بتاعها ويقدر يدخل لها دخل شهري ثابت وخلاص يفضل مكمل مع المشروع ده؟ فده اللي احنا عملنا اتفاقية مع المجلس القومي للمرأة مع وزارة التربية والتعليم، والحمد لله يوم الحدث النهائي المسابقة النهائية عملنا كمان بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة. فالإحساس لما تبقى البنات فعلا استفادت من الدورات التقييمات اللي اتعملت زائد التدريبات اللي خدوها، طيب كمان المنترز زي ما هي قالت دلوقتي وهي شكرتها، وانا بشكرك طبعا ان انتوا دايما بتشكروا المدربين بتوعكم، نزلوا من القطاع الخاص اللي مسؤولين عن إدارة اسمها الاسم ايز المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر. فتخيلي حضرتك المشروع كامل ان بيبقى فيه التقييمات وفيه التدريبات وفيه كمان القطاع الخاص بيفيد بالخبرات بتاعتهم وفي القطاع على الشركات الكبيره. لا ده بيفيدوا كمان البنات، انت ازاي تقدري ادي الشركه دي وصلت وحققت النجاح ده عشان خاطر 1 2 3، فبتنقل الخبره للبنات. فالحمد لله احنا كنا سعداء جدا ان في المسابقه النهائيه شفنا ابتكارات محترمه جدا، شفنا حاجات كتيره جدا. نشوف بقى اللي فازوا بقى. بالظبط. شوف اللي فاز. روضة كسبت التدريب والخبرة والتعامل والفرصة اللي جاي. انتوا ايمان احكي لي مشروعكم كان ايه وكسبتوا ايه؟ شي ليدز اولا حابة اشكر جدا المؤسسة تمام على ان هي اتاحت لنا فرصة زي شي ليدز، وشي ليدز طبعا ساعدتنا في ان احنا نخلي مشروعنا على ارض الواقع. تمام. وطبعا كل الشكر ليهم، وفكرتنا ان احنا بنساعد البنات اللي بيعانوا من زياده في الوزن عن طريق ان احنا بنوفر لهم السايز المناسب ليهم باسعار متداوله جدا متناوله في متناول الجميع. حلو قوي. وطبعا يعني عملتوا خط انتاج لملابس يعني. بالظبط كده. حلو قوي. واللي على فكره اللي وزنهم زايد مش بيلاقوا اصلا بسهوله، ولا طبعا خالص اسعارها غاليه. لا وكمان شيليد ساعدتنا في ان احنا نحقق يعني نعرض فكرتنا على ارض الواقع، وغير كده كمان الكورسز اللي قدموها لنا ساعدتنا في ان احنا نعرف ساعدتنا في ان احنا نعرض البروجكت بتاعتنا وان احنا نعرف نعمل يعني نعمل تطوير للمنتج. تطوير مثلا للمنتج طبعا. عارفه ليه بسالك تطوير؟ لان انا لما شفت الحاجات اللي انتوا عارضينها شفت ذوق عالي جدا، وبصراحه غيرتوا عندنا النظره بتاعه انه لا ده كل واحد اكيد ما دام مشروع جديد مش هيبقى الذوق حلو. ازاي طورتوا كمان الذوق العظيم ده؟ احنا كبنات احنا كتيم بيلو احنا بنصمم تمام، بنصمم التصميمات اللي تليق عليهم طبعا. اي كل بنت كيرفها بيفرق عن كيرف البنت الثانيه، فاحنا بنحاول نصمم منفصل للحاجه اللي تليق على البنت من ناحيه ان هي تبقى مرتاحه وان انت جميله زي ما انت، انت مش محتاجه تغيري من نفسك، انت بس محتاجه تغيري من لبسك وتظبطي نفسك كده وتبقي زي القمر. انا بشكركم عشان انتوا حقيقي نماذج حلوه. الوقت بيجري بسرعه، فانا بسرعه عايزه اخد من استاذ احمد رؤيتك للي جاي. يعني احنا لما بنشوف بنات التعليم الفني احنا اللي مقصرين معاهم جدا جدا، لكن وزاره التربيه والتعليم مجهوداتكم انتوا والمجتمع المدني بالتاكيد اللي جاي في حاجه
اكثر اشراقا واكثر تنظيما. ده حقيقي. احنا الحمد لله البروتوكول اللي احنا عاملينه مع وزاره التربيه والتعليم والمجلس القومي للمراه ان احنا يبقى لينا اكسس في كل جامعات في كل مدارس مصر للتعليم الفني، بس كانت الغرض الرئيسي اللي احنا نعمله ان احنا لازم نعمل التجربه دي، كانت الاول على مدرستين. الحمد لله التجربه نجحت جدا. طيب ماذا بعد؟ زي ما حضرتك قلتي احنا الدفعه اللي احنا عملناها اول دفعه لينا احنا ما عندناش حد بيتخرج من البرنامج، يعني مش معنى ان هم خلاص عملوا مشروع وعملوا مسابقه نهائيه فخلاص معناه ان هو خلاص كده انا بقيت كويسه جدا، لا مفيش دورات تدريبيه بتخلص. فيفضلوا مستمرين معانا وهيكونوا نواه كمان لسفر المؤسسه داخل المدارس الثانيه. فان شاء الله الفتره الجايه بدايه من نص 10 هنبتدي ننزل في اكثر من مدرسه ثانيه باتفاق مع وزاره التربيه والتعليم والمجلس القومي للمراه، والحمد لله مؤخرا وزاره التجاره والصناعه. فالحمد لله المشروع هيبقى يعني كله هيبقى متكامل، اللي احنا فعلا دايما بنقولها للبنات لازم تقولي للمجتمع المصري ان انت فخوره ان انت خريجه التعليم الفني في مصر. ممكن اقول حاجه صغيره جدا؟ ده لازم تقولي حاجه. وحابه اشكر جدا اشكرهم قوي لان هم اثبتوا لكل طالب تعليم فني ان هو مش صفر على الشمال، بالعكس احنا نقدر ننتج تمام. وكل الدول المتقدمه مبنيه على الانتاج زي الصين زي امريكا، كل دول مهتمين بالتعليم الفني، واظن احنا كطلاب تعليم فني احنا يخرج منا منتجات وانتاج ينهض اقتصاد البلد. انتوا اللي بتخرجوا شاطرين وعارفين تشتغلوا اكتر من اي حد بيتعلم نظري على فكره. بشكرك. كلمه اخيره منك يا روضه. طبعا يعني بحب اشكر المؤسسه جدا عشان هي ادتنا دفعه جامده قوي. الحاجه كانت مجرد ان هي مجرد تفكير بس خلوها فعلا ان هي تبقى حاجه على ارض الواقع. حتى لو انا عايزه اعمل حاجه يعني بدات فعلا ان انا احط رجلي على اول الطريق زي ما بنقول. بشكرك. ونشوفكم بقى سيدات اعمال زي القمر كده. برضه عايز اختم بيها، انا بشكر طبعا رئيس وزيره التجاره والصناعه ومجلس قومي للمراه على اساس ان هما كمان وفروا لهم في معرض تراثنا اللي جاي بوث كبير هيعرضوا فيه المنتجات قدام بقى ناس كتير جدا بقى الحكومه والقطاع الخاص. فان شاء الله هتعملوا حاجات اكتر واكتر بكتير. انا بشكرك جدا استاذ احمد. شكرا. على كل اللي بتعملوه في مؤسسه شباب القاده. احنا شفنا شباب القاده قبل كده، النهارده شفنا شابات القيادات. فبشكركم شكر كتير قوي ومستنيين منكم حاجات حلوه اكتر. قعدنا دلوقتي مع موجز التاسعه مع ليندا.